السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ اونفان جمال بالماضي سمع كلامنا، اونفان جمال بالماضي سمع كلامنا، وان شاء الله الحكومه تتدخل. راهو نورمالمون رفع دعوه قضائيه، وراهو زعفان بزاف على تاع البورطابل وعلى امور عده دوك نحكوا فيها. الاتحاديه تاعنا الفاف نشرت منشور صارم جدا جدا، دوك نترجمه لكم اللي راكم تشوفوا فيه لهنايا على القضايا وش راه الصحافه ديال جمال بالماضي. وراح نجيب لكم ثاني تسمعوا رفيق واحد اليوم خرج السم تاعو، تعرفوا يا خاطي السم تاعو حطوا اليوم ويهضر واحد الكلام على جمال بالماضي ان نورمال، يعني يعطاكي فيه. وان شاء الله راهو جاني خبر ثاني اللي عطاني من الاتحاديه هو اللي بعث لي قال لي راهم نشروا، لان كنت نتواصل معاه قلت له لازم يتدخلوا في امور عده وعده وعده. قال لي راهي كاين كيما نقولوا تحقيقات ضد لي خروطو اللي راهم يجيبوا مين، راهم يجيبوا المعلومات يخرجوا معلومات من الاتحاديه. على بالكم القائمه اللي راهي تخرج ربع سوايع قبل ان شاء الله تجيبوها، ان شاء الله تجيبوها، ان شاء الله تجيبوها، ان شاء الله يصفيوكم كاع نتوما اللي خربتوا، نتوما اللي خربتوا المنتخب الوطني الجزائري، وانتوما اللي راهم يمدوا لكم في التسريبات هذوما وكذا وكذا، نتوما اللي تفاهمتوا مع قصامة. وراك على بالك بروحك، راك تشوف فيا وراك على بالك بروحك اشكون نتايا، ونورمالمون راكو فاهمين. هضرنا وقلنا وهضرنا وقلنا وهضرنا وقلنا، نقرا لكم ونترجم لكم وندخلوا في رفيق واحد، ورفيق واحد يعطي واحد الكلمه ثاني خطيره جدا باش تفهم واش قلت لكم. حب باش يحبوا جمال بالماضي ما يتأهلش لاكوب دي مود باش يطيروه، يعترف بها بصح بطريقه كيلحق ليها نقولها لكم. اولا نبداو لكم بالترجمه، راكم تشوفوا شكر خونا تاع الاتحاديه هذا اللي هو اللي بعث لي هذا البيان هذايا وترجمه لي. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعطيك ما تتمنى وربي يحفظ لك اولادك، بارك الله فيك. يحب جمال بالماضي، البيان واش يقول؟ بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعقيبا على ما يحدث خلال الندوات الصحفية الخاصة بالناخب الوطني جمال بالماضي خلال التوقف الدولي الأخير لشهر سبتمبر 2022، لاحظت الاتحادية لكرة القدم أن المؤتمرات الصحفية للمدرب جمال بالماضي تعرف تجاوزات متزايدة والتي للأسف ليس لها علاقة بالإطار الرياضي وكرة القدم. قلت لكم احموه، احمو جمال بالماضي لان راهم يهدموا فيه، احموه بدارك روطار. لو كان درتوا هاد الامور، لو كان درتوهم زمان، لو كان رانا فلاك وبديمون، وكان يقول لهم كان جمال بالماضي يحذر ويقول لكم واحنا ما خليناش في اليوتيوب، ما خلي يوميا لي فيديو، يا ودي حاسبوا هاد الناس، يا ودي حبسوا علينا هاد الناس. جمال بالماضي ننتقدوه، انتقدته مليار خطره، انتقدته في كاس افريقيا درت دي فيديو وانتقدت، انتقدت الانتدابات، انتقدت البعض كيما نقولوا القائمة، بصح ماشي بطريقة يعني إيجابية، ماشي سلبية، طريقة يعني نقد بناء ماشي هدام. والجماهير كانت معايا، ما كانش اللي جا سبني، ما كان بعض اللي قالوا لي واش بيك وانت مع جمال بالماضي، بصح نو الأغلبية 80%، بصح انتوما راكو تاتاكيو باش تاتاكيو يا رفيق واحد، راكو تاتاكيو باش تنحيوه، باش يعاود يولي لكم الخبز، باش تاكلوا البغرير، باش تاكلوا الخبز، باش تاكلوا لي كاسكروت، باش تسافروا. ما كانش وراهم لي زانترفيو مع اللاعبين، هذه هي اللي راحت لكم باسكو انتوما اللي بديتوها. كمل يا خوتي العزيز. قال لك في حين تجاوز الامر الوقاحة تجاوز الامر الوقاحة، ودرت عليها فيديو مؤخرا مزيان اللي واحد ما دار عليها فيديو، واحد ما دار عليها فيديو، نستنى واحد ما هضر عليها، خرجت نددت بقوة تاع التليفون اروع خوتي. قال لك عندما تم الوصول الى الناخب الوطني في مكانه الخاص من خلال لقطات تم التقاطها من هاتفه النقال دون علمه خلال حفل قرعة الشام 2023 الذي اقيم في أوبرا بوعلام بسايح في الجزائر العاصمة يوم السبت 1 أكتوبر 2022. وهنا درت نداء لجمال بالماضي، قلت له ارفع دعوة قضائية، درت نداء لجمال بالماضي قلت له ارفع دعوة قضائية، وهو ما تعمهار ورام دايرين اللوغو راني قلت لكم. قال لك حول هذا الموضوع يحتفظ السيد بالماضي الذي ابدى صبرا كبيرا تجاه بعض ممثلي وسائل الإعلام بالحق في اتخاذ إجراء قانوني بشأن هذا النوع من الأحداث، علاوة على ذلك سيتم اتخاذ تدابير في المستقبل لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف المؤسفة، مع الحفاظ على حق الجمهور الرياضي العام وأنصار الخضر
في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المنتخب الوطني وكذلك جميع البيانات المتعلقة بالفريق الوطني واللعبة واللاعبين والتدريب الداخلي والمباريات وجميع الجوانب المتعلقة بكرة القدم. قلت لكم عليها عندي سنين وأنا أقول لكم المعلومات تاعكم راهي ما راكوش كاع تعطوا المعلومات، وكي ما تعطوش المعلومات يخرجوا الأكاذيب ويخرجوا لي خلطوا ويبداو يديروا في الإشاعات. أنتم يا الاتحادية، أنت يا المكلف بالإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة، لازم تعطوا. قلت لكم راكم مخبي الشعب، هذا راهو يدعم فيكم، درت فيديو خطرة قلت لكم الشعب راهو يدعم في المنتخب وأنتم مخبيين عليه أمور بزاف، ما تهضروا ما والو والو، غير يجي المنتخب ديروا لنا قائمة وتمدوها لنا 5 دقائق قبل ما يبدا المباراة، والو معلومات يا بن عمي والو، كرهنا حياتنا معاكم، سقموا روحكم شوية. أنتم تانيك مش غير صحافة، أنتم تانيك يا الاتحادية، أنا نقصفكم جينيرال، أنتم اللي حطمتوا الكرة. هيا دوك نبداها من الطرف أنا تانيك دوك، والو بالماضي طاكيو فيه سبوا فيه، يعني جبدوا عليه تاع التسريبات كذا ولا تدخل، لاعبين سبوهم قال لك كانوا سهرانين ويشربوا فشرابوا كذا، ولا تدخل. وراك وراه التدخل، وراه التدخل، احموا المنتخب احموا سبحان الله. اروحوا تسمعوا رفيق واحد عندي ما نقصفك اليوم يا واحد، اليوم عندي ما نقصفك، اروح تسمع خويا. أم أنه ستكون فيه مينه اخرى ام انه سيبقى على حاله؟ لو طرحت علي هذا السؤال مباشره بعد الاقصاء من المونديال لقلت لك انه ممكن الفيدرالية ستفرض منطقها، لانه بعد خساره يعني ديزيم اوبجيكتيف تاع بالماضي ما كانش في موقع قوه، ولكن المتغير المهم انه بعد فشل المدرب في تحقيق هدفين بارزين حافظ على نفس الشعبيه وربما اكثر. هذا امر غير متوقع، لذلك امر غير متوقع انه رغم الاخفاق الشعب بقى ووقف معه، وانتم اللي ضربتوا له الاخفاق باش الشعب باش يروح، وما كنتوش تتوقعوا. قلت لكم انا قبل لاكوب دي مون قلت لكم يا ودي راهم يتضربوا باش ينحوا جمال بالماضي، وقلت لكم كاين ناس راهي تخدم باش المنتخب الوطني الجزائري ما يتاهلش باش ينحي بالماضي، لان يقول لك اخفاق افريقيا يزيد ما يروحش لاكوب دي مون سوري ينحوا علينا. وقلت لكم مخدومه من الداخل، وانتم عندكم يد وعندكم واتساب وراكو جروب راكو مافيا راكو عصابة يا رفيق واحد راكو عصابة. وقلت للحكومة دخلي جبدي تليفونات تاعهم تجبدي تسريبات، اقسم بالله غير تبعتوهم كاع للحبس، انا نقولها لك اقسم بالله عندهم يد، ما نقولش رفيق واحد، ولكن كاين ناس في الجزائر عندهم يد في اخفاق المنتخب وهما اللي بناوها. كي جا قاسما قالوا له اليوم الجزائر ما تتأهلش، قالوها له في الجزائر، قالوا له الجزائر ما تتأهلش. اروح رفيق واحد كي شاف شعبية تاعو مازالها قائمة من المفروض نظريتي فيها نشاك يروح، هو ما راحش لأنه عنده قاعدة شعبية. يقول لك المفروض يروح، قلت لكم باللي ضربوها في ليكيب ناسيونال باش ما يتأهلش لاكوب دي موند باش يروح. اسمع رغبة أنه ما راحش المونديال ما راحش لاكوب دافري. أون كو لوي أون 2010 كي سعدان جاب المونديال قال درت حوار في الهداف وقال كان لازم على سعدان يروح بعد كأس العالم، وأنه المردود المنتخب في مباراة تنزانيا التي أعقبت كأس العالم كانت بالماضي. قال لك لو كان مشي الشعب لو كان راني راح، قال لك لو كان ماشي الشعب لو كان رامي روح بالماضي ما بيش كاع بالماضي راهو كار حياته، بالماضي راهو كار حياته يخدم في الجزائر مع عباد كيما انت مع عباد كيما انت. كان من حقه او مد نفسه الحق انه يكريتيكي لي زونترينور، ولكن هو يرفض انه اي واحد ينتقده، من الغريب جدا انه ما يرفضش باللي انتقدته، ما يرفضش وقالوا لي باللي تبع لي فيديو تاعك وانت المفضل يوتيوبر المفضل عنده باش نقولها لك من الاتحادية، قالوا وما يرفضش ونهضر نورمال وما يزعفش، لان نهضر نعرف كيفاش ننتقد. انت تهضر له على الراتب، تصوروا له الهاتف تاعو من الفوق، بريفات دخلتوا له في حياته الشخصيه، ها هذه صحافه. اسمح لي راكم تخدموا خدمه لي باباراس انتوما ماشي صحافه، اسمح لي خويا ماشي الجامعه. يبقى بعد دوزيشاك سا سي با نورمال، ماشي نورمال راكو تشوف ماشي نورمال، لازم يروح لازم راهم يحوسوا بلما. والاغرب انه كي زاد سمعوا باللي 2026 راهم خرجوا بقوه راهم كارهين حياتهم، كانوا يسمعوا عباد كان عندهم شويه امل باللي في ديسمبر يخلص وسمو جبدوا له هذيك تاع الراتب باش يقول لك في ديسمبر هذيك هي ما يجددش شويه روح، فهمتوا؟ وهكذاك خرج لهم زفزاف قالوا ما تزيدوش كاع تهضروا على هذا الامر وباقي 2026 مخرجوا السم تاعهم يا خوتي. ذلك وهو يعلم انه عنده قاعده شعبيه والجماهير معه رغم الفشل، وكان هؤلاء يشجعون الفشل. راكم تشوفوا احنا الشعب نشجعوا الفشل، راه ولا دار على الشعب يا خاوتي،
حنا نشجعوا الفاشل، هما يشجعوا الفاشل، حتى كيما نقولوا يشجعوا يحطموا واحد خدام يحطموه باش حتى يولي فاشل، يفشلوه وما يفشلوه. انه سيمضي على عقد حسب المعلومات اللي عندي بنفس الراتب على الاقل وبنفس الامتيازات. المعلومات اللي عندك راه دوك 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 يبداو التحقيقات يا رفيق واحد، وتروح مسلسل راني نقولها لك، تروح مسلسل رفيق واحد دوك يبداو التحقيقات. المعلومات اللي عندك خوتي، كاين ناس في الاتحاديه اللي كرهوا جمال بلماضي، راهم يخرجوا فيه تسريبات ويخرجوا القائمه تاع جمال بلماضي اللي ضد الكاميرون ربع سوايع خرجت قبل واسمه، مؤخرا زاد واحد ثاني كنشر مع نيجيريا ربع سوايع قبل المباراه، مي راهم شكون اللي راهو يمد لهم في القائمه؟ وهادو اعداء جمال بلماضي، كيفاش راهي توصلهم المعلومه؟ اعداء جمال بلماضي توصلهم قائمه تاع جمال بلماضي، غدوه من غدوه كي نلعبوا حنا فينال ولاو يعطوا لهم المعلومه هما يروحوا يسربوها للعدو، يسربوها للخصم، ربع سوايع خمس سوايع عندهم القائمه وهما اعداء جمال بلماضي، كيفاش حبا يمدوهاش للايطو؟ كيفاش حبا يمدوهاش في كاش عفسه يمدوها يمدوا القائمه باش يحطموا جمال بلماضي؟ شكون دخل يا اتحاديه؟ راكي متقوبه من كل النواحي، راكي متقوبه من كل النواحي، ما كان لي حمايه، بوابة مفتوحة للداخل يخرجوا تسريبات خطيرة تمد انت القائمة تاع جمال بلماضي. اسمح لي اخو، ما نحبش نتكلم ونجوز ساذج يعني في زون بلاطون، نقول رئيس الاتحادية سيقدم مقترحات وسيفرض على المدرب وهناك نقاش. انت هذا واش حبيت؟ انت لازم نزير بالماضي ولازم تنقص من الراتب تاعك ولازم تدير كذا ولازم تدير كذا، انت هذا واش تحب؟ انت تحب تكره بالماضي، انت تكره بالماضي. اسمع واحد الكلام خاطر راح يقولوا يا خوتي، وكأنه جاي زفزاف يتفاوض من موقع قوه مع المدرب. لا يا سيدي الفاضل، تشارك مانيال في رايه؟ اكيد المقترح سياتي من جمال بالماضي، انت عندك مدرب عنده لابوي شعبيا وحكوميا. ما عندوش حكوميا، انا نقولها حكوميا غير بالهضره، لو كان كاين حكوميا لو كان رفدوك انت وجماعتك، وعلى بالهم الحكومه على بالها باللي تباع الماتش من داخل الجزائر وما جاوش رفدوكم. شك اللي ما راحش لكاس العالم الشعب وي راهو معاه، وما جاش البريميتور، خرج افون داني في كوب دافريك بتكلفة 208 اورو بار موا بغض النظر عن الامتيازات والمليار اللي يديه من عند لو سبونسور، بكل هذه التكلفة خرج من كوب دي موند وخرج على كم انتصار كبير جدا. هذا امر غير معقول، يعني بعد هذا تتوقع اي شيء. انا ماش نتشوكا لو كانوا يقولوا لي جابها بالماضي اهيرو نوفلي 2036 ان شاء الله تروفل لو سالار تاعو ان شاء الله باش يطرطق قلبك، ان شاء الله باش يطرطق قلبك. تبان لي واحد غريبه. انا نعطيك اون بارونتيز، يعني ربما مش ما نخرجش كثير الحديث، هناك من تكلم معاهم في الشارع يقولوا لك علاش هو ضد بالماضي؟ ضد، انا ما فهمتش الصحفه كاين بور ضد ومع. هذا سؤال، احنا مانيش ضد، مانيش خصم، انا مانيش خصم، نورا خصم جامي. جيت هضرت كلام شباب دي خطره كي سقساو قالوا لك واش جمال بلماضي تفوق على المدرب تاع نيجيريا، واللي تقول لهم انا خاطيني تقنيا فنيا، وعلاش راك مريح جاي تهضر على الماتش؟ علاش راك مريح؟ ما حبيتش تقول باللي ايه تفوق، ما قدرتش تقولها. انت ضد، انت تحكي غير السلبيات، انت تجيب غير السلبيات، انت ما تقول لي لا ضد لا والو، انت رحت لدولة قطر وتهضر في امور داخلية، دوك نوصل لك الامور اللي راك تهضر تقول باللي بالماضي فضاح للدولة تاعنا عالميا، انت رحت لدولة قطر وتهضر على امور رئيس تاعنا تقابل مع تبون و تهضر امور داخلية. عند قنوات قطرية، خليني منك رفيق واحد، خليني منك، راني نقول لك انا اليوم نعطي لك الحس. الخدمة ديالي كيما يشوفها، عندي لو سونس دو كريتيك، عندي نخدم دي زارغيمون و جو سوي بون مون رول. انت مالكش تقدم لي زارغيمون، انت راك تحطم، انت راك تحطم، انت راك تحطم. دو كريتيكي سافي با دير نجرح في الناس، سي سا. كيفاش بتجرح في الناس؟ تهضر انت على الراتب وجرحت دخلت في حياة جمال بلماضي، واش قال مع تبون؟ تقول كنت قاعد معاهم تما، لو كان تبون كان يرفد عليك دعوه قضائيه يرفدوك. علاش قلت لك ان الحكومه ما راهيش مع جمال بلماضي؟ الشعب اللي راه مع جمال بلماضي كالما، كيما هو يمد نفسه الحق يكريتيكي الناس وبورتا اني با دون سون رول. انا من في الرول تاعي جو كريتيك، مو جو جورناليست، جو دون لا بروف ا لابوي. مي الناس
اللي تكلم معاهم مسكين دي كادر ماشي كلهم. اون بيرسون قالت لي سي تان ناسيوناليست سا سا فريمون شوكي سي تان لحقنا الناسيوناليزم ان انترينور لي دي 5 مليار ويجي غير في ليدات فيفا ويدير دوز ايشيك وما ينقش من الصاله تاعو في الكوب. يجي غير في ليدات فيفا تقول راهو راقد تقول راهو راقد تقول راهو راقد وشكون قال لك 5 مليار وين 5 مليار وين وتقول راهو راقد ما راهوش خدام ما راهوش يهضر مع اللاعبين ما راهوش يتابع برا واش حبيتو يجي واش يدير عطي لي ناخب وطني في العالم كاع واش يدير كيما يكونوش لي ضد فيفا واش يدير يقعد يتبع اللاعبين تاعو في البطولات شكون اللي راه يقدم اداء شكون اللي راهوش يقدم اداء كاش لاعب جديد كاش لاعب كذا كاش لاعب التبليسه او خدام ما راهوش قاعد راهو يخمم يشوف لي فيديو واش يدير واش يدير في التربص الجاي وكذا كاع واش عطيني تاع المانيا واش يدير تاع المانيا واش راهو يدير تاع المانيا واش راهو يدير تاع اسبانيا واش راهو يدير كيما يكونوش تربصات خليني منك ما تعينيش تهضر باش تهضر قلتها لك تعي على بعد انت ما كرهش من روحك واللي راه قدامك ما كرهوش من الهضره تاعك مثلا وما دارش حاجه خارقه العاده خارج مجال كره القدم أو اسمع اسمع جزائر دوليا على ان ما عندهاش لي ستاد ما عندهاش لي تيرا ما عرفوش لي خدمه ايه ما عندكش لي ستاد ايه ما عندكش لي ستاد تاع وهران جديد ومحفر ايه ما عندكش لي ستاد كاع الشعب راهو يقول فيها ماشي جبل بالباضي كالما واش حبيت دوكا ولاو عندنا لي ستاد حبيت تقول خليني هم يشوفوا العالم راهو يشوف بلا بلا جنب بلا ما يهضر جمال بالماضي جمال بالماضي راهو قال لهم حشموا العالم راهو يشوف فينا هي انا قلتها في كاس العرب قلتها قلت كيفاش انتم المعلق راهو يهضر على بلادنا يقول لك ارضيه كارثيه وما عندناش راهم يشوفوا راهم يصوروا البشر راهو يتلعب في الجزائر والعالم كاع راهو يشوف اللي تبع ليكيب ناسيونال لا امور تاع وسبو راهم يشوفوا دوره ولا راهم يشوفوا يشوفوا باللي لي ستات محفرين ما راهوش يفضح فينا احنا فضحنا رواحنا اللي الحكام اللي راهم حاكمين لي ستاد اللي فضحونا ماشي جمال بالماضي فضحنا كل شيء وفرض رايه في المنتخب دي دو بوي دو ميزور دي جواري هو مدرب سي نورمال يفرض رايه واش حبيتو ما يفرض عيبك باللي تاع خروط وتاع الصح وابارون تاع روح دغري ما يلعبوش ايه هو المدرب هو يقرر شكون اللي يلعب شكون اللي ما يلعبش يا اخي خروطو دار نميمة بين الشعب الجزائري اللي لالجيريا ولا يفرح انه يتلذذ انه بالماضي يعني يشتم صحفي ولا يشتم مدرب ولا يشتم رئيس اتحادي نو انتوما اللي تتلددوا كي تسبوا جمال بالماضي تروحوا تشكوا به وتضلوا تقطعوا فيه وتضلوا تحطموا فيه انتوما وتخرجوا الدعايات ملي جا ملي حكم ليكيب ناسيونال وانتوما سوف يستقيل سوف يستقيل وهو يخرج يقول لكم ما نستقيل لا يستقيل يا ودي ما نستقيلش لا راح يستقيل خبر رسمي خليني منك ولا الكريتيك ليطا دو لالجيري ما كريتاش لي طادو لالجيري نورمال انا كريتيكي نورمال ملاعب ما عندناش تحب ولا تكره دوكا راه مبناو ان شاء الله بقات الارضيه ما عندناش لحد الان ما عندناش ارضيه تحب ولا تكره فرحوا سما احنا ابعد من 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 الاختلاف من الجانب الرياضي ومن الجانب الفني ولا من الجانب الاعلامي كل شيء هذا لو يصرع والناس تشوف دخلت الناسيوناليزم وكانه كل الجزائر الاخرين ماشي ضد الناسيوناليزم سي نورمال كي تحطم بلادك ماشي ناسيوناليزم سي نورمال كي تحطم بلادك ماشي ناسيوناليزم كي تحطم بلادك كي تكون نتايا راك تربح وتربح وتربح وجايب كوب دافريك وتطاكيو فيه وتضلوا تطاكيو في المنتخب الوطني سي نورمال نتوما كي نربحوا بثمانية تقولوا ما تجوش معانا كي نربحوا والو والو واش درنا والو والو تضلوا غير تكريتيكي وتحطم وتحطيم انت راك تحطم انت كي تخرج القائمه وتنشرها تمدها للخصم ربع سوايع على ناسيوناليز خليني منك رفيق واحد خاوتي ما نطوش عليكم نقول لكم ليله سعيده تصبحوا بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام.